مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند، اخبار وكواليس وتفاصيل كتير جدا كالعاده على مدار فقرات الحلقه المختلفه على مختلف الاصعده، كمان بالتحديد سواء صعيد المحلي صعيد العالمي واخر الاخبار والتفاصيل والمباريات في الدوريات الاوروبيه، وكمان ما يخص ويتعلق بنادين الحبيب النادي الاهلي وتفاصيل كتير جدا مهمه وجديده ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق فيها، وعندنا كلام غايه في الاهميه النهارده بالتحديد في الجزء الاولاني من الحلقه. لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم، وهو المره دي هنتكلم شويه على الجانب الاوروبي وتوقعاتكم لنتيجه مباراه قمه الجوله الحاليه في بطوله الدوري الانجليزي ما بين مانشستر يونايتد وارسنال. المباراه اللي هتبتدي بالظبط كمان 29 دقيقه من دلوقتي، مباراه مهمه. ارسنال ماشي بشكل ممتاز، انتصارات متتاليه، مانشستر يونايتد ابتدى مؤخرا يعود للانتصارات بعد بداية كانت صعبة جدا من خلال هزيمتين، فبالتالي مباراة هتكون قوية. هننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد. لكن كالعادة البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، اجتماعات الأهلي مستمرة لحسم المدير الفني الجديد. وفي الترند المحلي، فيتوريا يعلن قائمة المحترفين للمعسكر اليوم. أما في الترند العالمي، استبعاد كيتا وتشامبرلين من قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا. أهم المباريات النهاردة في مختلف الدوريات، واستكمالا للجولة اللي ابتدت في أوروبا في دوريات عديدة جدا. النهاردة برايتون فاز على ليستر سيتي بنتيجة 5-2، دي او ده ماتش ابتدى الساعه 3 بالظبط، ماتش كان مهم. وبرايتون بصراحه بدايه عظيمه جدا بالنسبه لهم، اهداف غزيره، انتصارات متتاليه، ما خسروش غير ماتش واحد تقريبا، تعادلوا ماتش اخر على ما اتذكر يعني، لكن ماشيين بشكل كويس جدا. في مقابل ليستر سيتي مع يعني الامور مش افضل حاجه خالص يعني، ف 5-2 نتيجه كبيره بالنسبه لبرايتون. مانشستر يونايتد مع ارسنال، دي قمه الجوله الساعه 5:30 في بطوله الدوري الانجليزي. خليني اقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين بالمره، لان طبعا المباراه ممكن ناس كتير جدا بتتابعها وتهتم بيها. فنبتدي بمانشستر يونايتد اصحاب الملعب، لان المباراه في الاولد ترافولد، صح يا جماعه، المباراه في الاولد ترافولد، فنبتدي بمانشستر يونايتد. دخية في حراسة المرمى، مارتينيز اللي فرق جدا جدا مع دفاع مانشستر بعد يعني إراحة شوية كده ماجواير اللي كان عليه دايما انتقادات ويعني كلام كتير جدا. فمارتينيز في حراسة، أو عفوا مارتينيز في خط الدفاع مع هنا مش مقسمين طبعا الأسماء بحسب المراكز، لكن هقول لكم التشكيل بشكل كامل يعني. برونو فرنانديز وراشفورد، مالاسيا طبعا برضو الباك ليفت المميز جدا، إريكسن، باران، دالوت، وأنتوني الصفقة الجديدة اللي جاية من أياكس، بيبتدي على طول أول مباراة لي بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد. كمان موجود سانشو المتألق مؤخرا وماكتوميناي، لكن أبرز حاجة في دكة البدلاء أول حاجة إن موجود دبروفكا وهيتون، برضو اتنين حراس مرمى في الدكة، حاجة غريبة بالنسبة لي لو هو ده هيتون اللي هو حارس المرمى، لكن في كل الأحوال ليندلوف وماجواير وشو وكازيميرو اللي ما ابتداش ولا مباراة أساسي لحد دلوقتي، وصفقة كانت مهمة جدا مانشستر يونايتد، فبرضه علامة استفهام. فريد وإيلانجا وكريستيانو رونالدو في دكة البدلاء. أما بخصوص أرسنال، فرامس ديل في حراسة المرمى، وتشاكا وساكا وأوديجارد اللي عامل موسم كويس جدا لحد دلوقتي، ومارتينيلي أحد أبرز اللاعبين، هو وخيسوس طبعا في خط الهجوم يعني. طبعا بيغيب من المصري محمد النني بسبب الإصابة اللي تعرض ليها واللي هتخليه يغيب فترة عن الملاعب، نتمنى له الشفاء سريعا. طيب ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني، في عدد من المباريات المهمة بعد فوز برشلونة كمان بالأمس في مباراة كانت مهمة جدا على إشبيلية. أوساسونا مع رايو فاليكانو، مباراة انتهت بفوز أوساسونا بنتيجة 2-1. أتلتيك بلباو مع إسبانيول 0-0، المباراة بتتلعب في هذه اللحظات. وفياريال 6:30 مع إليتشي، وفالنسيا مع ختافي الساعة 9 بالليل. الدوري الإيطالي، كريمينيزي مع ساسولو 0-0، سبيزيا مع بلونيا 2-2، هيلاس فيرونا مع سامدوريا الساعة 6، وأودينيزي مع روما الساعة 9:15. دي أهم وأبرز المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة لكل المتابعين والمهتمين بهذه الدوريات. هنروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا كلام مهم فاستنونا يلا.
اهلا بحضراتكم مره تانية. في الاول بس خليني يعني اتمنى السلامه للدكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي تعرض لحادث سير النهارده وهو راجع في طريقه من الساحل الشمالي. دي يعني الصوره اللي قدام حضراتكم، يعني السياره تهشمت تماما وهو تعرض لكسر في الذراع. كان راجع من الساحل الشمالي عشان يحضر مراسم عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب بمسجد المشير طنطاوي النهارده بالليل. فألف مليون سلامة على الدكتور محمد سراج، ويعني إن شاء الله بإذن الله بسيطة ويخف بسرعة، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. طيب الناس كلها بتتكلم دلوقتي على آخر الأخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالنادي الأهلي. هانت يا جماعة، إن شاء الله هانت بإذن الله هانت، واكيد هيكون في اخبار تسعد الجماهير باذن الله قريبا. يعني دايما احنا بنتكلم في الاطار الرسمي من خلال شاشه قناه النادي، احنا بنتكلم في الاطار الرسمي. لحد دلوقتي حاجه رسميه خرجت من الاهلي؟ لا مفيش. هل في مدير فني بعينه اقترب؟ من الوارد جدا. لكن هل تم يعني الاعلان؟ لا مفيش اي اعلان دلوقتي يا جماعه خالص، ولسه مفيش اي حاجه رسميه. لكن من الوارد جدا جدا ان يكون الاهلي اقترب من حسم هذا الملف الهام، واللي بيسعى بكل قوة المسؤولين داخل النادي الأهلي لحسمه بشكل كبير جدا. وأيضا بخصوص إن شاء الله بإذن الله الصفقات نفس القصة، فالشغل موجود والناس بتشتغل والناس بتجتهد بشكل كبير عشان يعني تختار القرارات الأنسب، وعشان يكون الناس اللي موجودة جاية كإضافة بالنسبة للفريق سواء على صعيد الجهاز الفني أو حتى على صعيد اللاعبين يكونوا إضافة قوية وحقيقية بالنسبة للفريق في الموسم الجديد الصعب جدا جدا واللي هيبتدي بيه مواجهات غاية في الصعوبة. طيب خليني أحكي لكم بعض الكواليس. النهاردة كان في اجتماع في مقر الجزيرة، مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اجتماع كان مهم جدا. حضروا كل من مين؟ من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، الكباتن الكبار أعضاء لجنة التخطيط للكرة الكابتن زكريا ناصف والكابتن محسن صالح، وكمان كان في حضور مين؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والكابتن سامي قمصان المدرب العام في الجهاز الفني السابق أو الأجهزة السابقة، واللي من الوارد أنه هو يكون موجود في الجهاز الجديد. دي لسه حاجة هنشوفها وهننتظر فيها الإعلان الرسمي. الاجتماع ابتدى بالضبط الساعة 2 الظهر، انتهى قبل الحلقة بربع ساعة، انتهى بالضبط 5 إلا ربع، يعني استمر حوالي ايه 3 ساعات الا ربع يعني. فاكيد تم التطرق لعدد كبير جدا من الامور اللي بتخص ملف المدرب واللي بتخص كمان ايه موضوع اللاعبين. فالشغل قائم، الناس بتشتغل، الناس بتشوف القرارات الانسب وبتدرس بشكل وافي وفي تريث وفي هدوء. مقدر جدا استعجال جمهور الاهلي، وانا منهم بصراحه، انا مستعجل، ما اعرفش، حاسس عايز اعرف يلا يا جماعه عايزين نخلص ونشوف مين المدير الفني اللي جاي، نبتدي بقى شغلنا، نبتدي استعداد للموسم الجديد، الفرقه تستعد بشكل قوي، اللعيبه الجديده اللي جايه هنعلن واحد ورا الثاني، الدنيا تمشي، بس كل حاجه هانت باذن الله واحد احد، يعني اطمنوا. دايما بحاول اطمنكم بشكل او باخر. الاعلان الرسمي من خلال قناه النادي، من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي، فالامور بتمشي في الطريقه اللي حضراتكم متعودين عليها من خلال النادي الاهلي. ما تخلوش حد يحاول بشكل او باخر يخليك ايه ان انت تفقد الثقه او تقول ايه ده احنا الناس نايمه على ودانها، الناس مش شغاله، ده في انديه بتعمل صفقات، في انديه مش عارف ايه، في ده حقيقي، في ناس بتعمل صفقات وناس شغاله، لكن مش معنى ان الاهلي ما اعلنش عن اي صفقه او عن حتى المدير الفني لحد اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض ان الناس يعني مش شايفه شغلها في النادي او الناس مكسله او الناس يعني واخدين الامور بالراحه. لا، في تريث وفي هدوء وتروي عشان القرار اللي يجي يبقى مناسب، المدرب اللي يجي يبقى هو المدرب الانسب. بالمناسبه انت ممكن تجيب اعظم مدرب في الدنيا ما يبقاش موافق، ممكن تجيب اوحش مدرب يبقى موافق، هي دي هي كده. بس انت بتاخد ايه؟ بالمعطيات، بالسي في، وده مهم قوي، بتعمل كل اللي عليك، بتحاول تختار الاختيار الانسب، وبالتالي التوفيق ده بتاع المولى عز وجل، ده اللي بنتمناه دايما، وان شاء الله باذن الله يكون حليف الاهلي في المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه صعبه جدا. بعد موسم جمهور الاهلي يعني زعل من الموسم ده، مقدرين طبعا الظروف، مقدرين كل العوامل اللي اثرت على الفرقه، ملاحظات شويه على جهاز الاجهزه الفنيه وبعض اللاعبين، كل ده في يعني جمهور الاهلي طبعا عارفه، لكن في نفس الوقت اللي جاي هو الاهم. فالناس مترقبه، الناس عايزه تعرف المدير الفني، عايز تعرف اللاعبين، وهتعرفه قريب جدا باذن الله تعالى، وبالتالي ان شاء الله باذن الله يكون الموسم الجديد مغاير تماما عن الشكل اللي كنا شفناه في الموسم المنقضي وبالتحديد في النص الثاني من الموسم الاخير. يعني
النص الاولين كنا ماشيين كويس قوي بصراحه في الدوري وفي كل حاجه، حتى افريقيا وصلنا النهائي، والظروف بتاعت نهائي افريقيا كلنا عرفناها وحافظينها يعني، وحاجات كتير جدا اثرت على الفرقه. لكن الناس مش بتبخل باي جهد او عرق تجاه يعني تحقيق اهداف وطموحات وارضاء غرور جماهير النادي الاهلي اللي دايما عندهم تطلعات كبيره جدا للبطولات، ايا كان العدد اللي عندك اوريدي في تاريخك، انت عايز تاخد اكتر واكتر واكتر. فان شاء الله باذن الله الامور تبقى كويسه والاخبار تكون سعيده بالنسبه للنادي الاهلي خلال الايام القليله جدا جدا المقبله، القليله جدا المقبله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا نشوف ترند الاهلي وابرز الاخبار المهمه والكلام كان على ايه. نبتدي بالوطن سبورت واللي بيتكلموا على ان مدرب الاهلي الجديد استبعاد المدرسه الالمانيه والاعلان الاسبوع الجاري ده على عهده الوطن سبورت. بس بالمناسبه يا جماعه ما في يعني استبعاد المدرسه الالمانيه ده مش شرط يعني، ممكن تبقى موجوده في الحسابات تمام، بس لكن خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل. ممكن يبقى حد من المدرسه الالمانيه مدرسه ثانيه كلام من ده اللي هيعلنه النادي الاهلي باذن الله لاحقا يعني. نروح لخبر اخر من اليوم السابع، حسام على تويتر، جلسات مكثفه لتخطيط الاهلي لحسم ملف المدرب ودراسه عروض الراحلين. وهنا كلام مهم جدا، وقلنا لحضراتكم وحكينا لحضراتكم الكواليس في بدايه الحلقه والاجتماعات اللي بتحصل في النادي الاهلي، وكان في اجتماع ابتدى الساعه 2 انتهى الساعه 5 الا ربع، وقلنا لحضراتكم مين اللي حضر. طبعا الكابتن محمود الخطيب، بالمناسبه برضو امير توفيق كان حضر في بعض الفترات في الاجتماع ده اللي هو مدير التعاقدات، وايضا كان موجود الكابتن حسام غالي والكابتن زكريا ناصف والكابتن محسن صالح والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان. فاجتماع قعد حوالي 3 ساعات الربع. الكلام بيبقى على ايه؟ يعني حسم مصير المدير الفني، الكلام على كمان في بعض العروض اللي بتوصل لاعبي النادي الاهلي، في حاجات بتترفض وحاجات بيتم دراستها ومن ثم الموافقه عليها لو وصلوا لصيغه اتفاق مع الانديه الراغبه في استعاره مثلا بعض اللاعبين داخل النادي الاهلي. الحديث كمان على الصفقات المرتقب جدا جدا اعلان الاهلي عنها قريبا. فكل الامور دي وكل الملفات دي على طاوله المسؤولين داخل النادي الاهلي اللي انهوا اجتماعهم منذ نص ساعه قبل دلوقتي بالتحديد. فان شاء الله الاهم بس التوفيق يكون حالفهم في اتخاذ القرار الانسب يعني. نروح لحساب مبتدا وحسابه على تويتر بيتكلموا على ان كيف يستعد الاهلي للموسم الجديد. وهنا بيتكلموا عن الاهلي استقر على ان يكون في معسكر مزدوج. ازاي؟ اللي هو يكون في تجمع اول لخوض معسكر في مثلا برج العرب، وبعد كده اتحرك الفريق لخوض معسكر اوروبي في هولندا الاقرب لحد اللحظات دي. وبيخطط الاهلي كمان لوضع برنامج تاهيلي مناسب، وذلك للوصول باللاعبين الى افضل فورمه فنيه وبدنيه قبل اي منافسات في الموسم الجديد. فبرضه ده من الملفات اللي كانت على طاوله المسؤولين النهارده داخل النادي الاهلي، المسؤولين على الكره بالتحديد. هل تم الاستقرار بشكل نهائي على الموقف؟ الامور ماشيه ازاي؟ بموضوع المعسكر برضه مفيش اي اعلان رسمي من النادي الاهلي، لكن طبعا بنسبه كبيره هيكون في معسكر خارجي يعني، من غير ما نخوض في التفاصيل في انتظار الاعلان عنها رسميا. نروح لخبر اخر وده من خلال اليوم السابع، واللي بيتكلموا عن او ده عفوا من خلال في الجول وحسابهم على تويتر، واللي بيتكلموا على الاعلان عن مكان معسكر الاهلي استعدادا للموسم الجديد. هم قالوا ان المعسكر هيكون في هولندا، وده اللي هيستعد من خلاله الاهلي لموسم مهم جدا. بالمناسبه لو فعلا الكلام ده حقيقي برضه هننتظر الاعلان الرسمي، لكن في نفس الوقت اكيد هيبقى في ماتشين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار الاستعداد من خلال هذا المعسكر. طيب نروح لخبر اخر من اليوم السابع، الاهلي يبحث ترتيبات عوده الاجانب لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد. احنا عندنا واحد من ابرز الاجانب دول او اثنين بارزين جدا، وهم علي معلول وديانج، الاثنين مكملين مع النادي الاهلي ومفيش اي مشكله خالص، ومعهم كمان بيرسيتاو لحد وانا بتكلم معاكم هو مكمل مع النادي الاهلي بنسبه تتعدى 90%، يمكن اكتر من 95% كمان مش 90 بس. فبالتالي بيرسيتاو موجود بالمناسبه في مصر، لكن علي معلول في اجازه هو وديانج، حتى شفنا صور لديانج من مالي هناك وبعض الدورات اللي بتتعلق بكرة القدم والشباب هناك أو لاعبي كرة القدم، ويعني بيشاركهم بشكل مميز وهو نجم كبير جدا. ديانج بيلعب في أكبر نادي في أفريقيا، لاعب دولي في منتخب مالي، فإن شاء الله بإذن الله هيرجعوا قريب.
وبعدين ينتظموا في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد بإذن الله تعالى. طيب ده بخصوص خبر اليوم السابع. نروح لخبر آخر أيضا من اليوم السابع. حرس الحدود بيعيد المفاوضات لضم ظهير أيسر النادي الأهلي محمد أشرف. ويمكن محمد أشرف تألق بشكل كبير جدا في المباريات اللي خاضها مع الفريق خلال المرحلة اللي فاتت. يمكن آخر ماتش أو اثنين ما كانش موفق قوي يعني ما كانش زي ما ظهر في الأول، لكن ده طبيعي عادي ما فيش مشكلة. لكن في نفس الوقت هو لعيب مميز. في عروض لمحمد أشرف؟ آه طبعا في عروض لمحمد أشرف، ممكن يكون من حرس الحدود اللي بالمناسبة بيقوده فنيا الكابتن أحمد أيوب مدرب العام السابق أو الأسبق للنادي الأهلي. هل هيطلع محمد أشرف؟ لسه الموضوع مش محسوم، يعني ممكن تلاقي في الآخر محمد أشرف مكمل مع النادي الأهلي في الموسم الجديد. فكل الحاجات دي بيتم دراستها، والدنيا يا جماعة مش سهلة، محتاجة دراسة وفية ووقت قبل اتخاذ القرارات الأنسب اللي بتخص كل الملفات داخل النادي الأهلي. طيب نروح للحساب الرسمي سبورت 360 على تويتر، واللي اتكلم على أكبر نتائج النادي الأهلي عبر تاريخه بجميع البطولات. كأس مصر لعبنا مع الجونة 13-0، فرقة تطلع بره من السودان 9-0، نجا حماد 6، الاتحاد 6، إسماعيلي 6، فيلا الأوغندي 6، الترسانة 6، كل دي 6-0، الزمالك 6-1 طبعا، جندار ميري 6-1، وطهطه في كاس مصر 6-1. ماشي احصائيه ما يعني خارج نطاق الاحداث حاليا، بس في نفس الوقت احصائيه اكيد مهم. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نشوف الترند المحلي واهم الاخبار وابرز الاحداث المحليه، ونبتدي بحساب اليوم السابع اللي بيتكلم عن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2022-2023. ان شاء الله يكون موسم مميز. خلاص قال لك الدوري بمشاركه 18 نادي، حاجه معروفه، لا يجوز لاي نادي شراء لاعبين الا في حدود ميزانيته المقدمه في ملف التراخيص. البطوله هتبتدي يوم 16 اكتوبر. كمان حظر الاتحاد المصري او حظر تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددة على أنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسؤولية نادي آخر حال فسخ التعاقد من جانبه. النقطة دي بصراحة مهمة جدا في الحقيقة يعني. فيعني دي أهم وأبرز الأمور في اللي بتتعلق ببطولة الدوري الموسم الجديد. خلينا نروح لخبر آخر وتصريحات للنائب أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية، واللي اتكلم في بعض التصريحات بالامس. قال الاتحاد الافريقي لم يكن سينتظرنا لتحديد الفرق المشاركه في بطوله افريقيا، وحدد موعد 30 يوليو، ولذلك اخترنا الاقرب للعداله الكامله. ويمكن حصل لغط في القصه دي، والناس قالت لك بيراميدز وبتطالب ان هي تشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي، لكن هو كان المعروف من قبل انطلاق هذا الموسم ان هيتم الاخذ ب نتائج الدور الاول. اللي نتج عنها ايه؟ نتج عنها ان الاهلي هو اللي يتاهل لدوري ابطال افريقيا. فبالتالي ما كانش في وقت، لان الاتحاد الافريقي كان طالب مده محدده او يوم محدد يبعت فيه الاسماء الانديه اللي تشارك في البطولات الافريقيه سواء دوري الابطال او حتى الكونفدراليه. اليوم ده كان امتى؟ يوم 30/7. بناء عليه بعتت رابطه الانديه المحترفه او اتحاد الكره يعني كل الانديه المشاركه في البطولات المحليه. طيب لسه مع تصريحات الاستاذ احمد دياب، وده من خلال كوره 11. وقال سالنا كلاتنبرج عما اذا كان سيعلن العقوبات التي سوقعها على الحكام في الموسم الجديد، فقال ايه؟ قال انه لا يوجد دوري في العالم يفعل ذلك. طبيعي ومنطقي، لكن هو يمكن عمل حاجه مهمه قوي، ان هو عرض بعض الحالات وبعض ما يدور داخل غرف الفار. ونتمنى له رب التوفيق، لان احنا بصراحه الموسم اللي فات كانت حاجه صعبه جدا، مش صعبه بس دي حاجه محزنه الوضع اللي احنا كنا وصلنا له في التحكيم، بخصوص بقى روح البروتوكول وبخصوص الاحتواء والمصطلحات اللي احنا عارفينها دي المستغربه بصراحه من خلال رئيس لجنه الحكام السابق، واللي يمكن ما كانش فيه اي تطور ملحوظ في اداء اي حكم من الحكام، اي حكم حتى الحكام المميزين كان عندهم اخطاء كارثيه وما كانش فيه تركيز. ليه ما كانش فيه تركيز ساعتها؟ عشان كان في واحد بيطلع يدافع عنهم ايا كان هم غلطوا وما غلطوش، لكن المره دي ده الراجل ده ما بيهزرش واضح يعني. فنتمنى له التوفيق، لانه وارد ان هو يبقى موفق وارد لا، فمهم ان هو ان شاء الله باذن الله يكون موفق. لكن الاهم بالنسبه لي ان هو ما عندوش اي اعتبارات،
دي جزئيه غايه في الاهميه. ما يعرفش الالوان، دي جزئيه غايه في الاهميه. فمن المنتظر ان احنا في الموسم الجديد نلمس تطور، حتى لو بشكل بطيء شويه، بس يبقى في نحاسين باي تطور يعني على مستوى الاداء التحكيمي في مصر يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده ايضا من خلال الاستاذ احمد دياب، واللي قال من خلال كمان في الجول على فيسبوك واللي نقله تصريحاته يعني، قال تصريحات مهمه جدا، وقال وقت ازمه تضارب المواعيد الخاصه بالاهلي قبل مونديال الانديه كان المسؤول عنها مين؟ ها؟ اتحاد الكوره وليس رابطه الانديه. وده حاجه معروفه بالمناسبه، المفروض اتحاد الكوره هو اللي كان يبقى ليه دور في القصه دي. ما اعرفش بقى يعني ما خدوش القرار ده ليه، او يعني ليه تباطؤوا. اتكلمنا في القصه دي كتير، لكن برضو توضيح لبعض الحقائق المهمه يعني. طيب نروح للوطن سبورت، وبيتكلموا على فيتوريا وان هو خلاص هيعلن قائمه المحترفين لمعسكر المنتخب النهارده، وغياب النني ده امر مؤكد بسبب الاصابه الكبيره اللي تعرض ليها. مش عارف ليه ارسنال لحد دلوقتي ما اعلنوش عن حقيقه اصابه النني او ايه التشخيص بتاع الاصابه، مش عارف. بس هو واضح على حسب تصريحات ارتيتا حتى الاخيره اللي هو مدير فني الارسنال، قال ان النني هيغيب عدد من الاشهر يعني. فهنلاقي طبعا صلاح، هنلاقي لاعبين محترفين، تريزيجيه طبعا، مصطفى محمد، ناس كتير من المحترفين المميزين يعني. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق مع فيتوريا في بدايه مشوار مميز. طيب نروح للحساب الرسمي كوره بلس على تويتر، نشر تصريحات لميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الاولمبي في المؤتمر الصحفي النهارده، واللي قال في هذه الفتره بنقيم افضل اللاعبين ونختار القادرين على الاندماج مع اسلوب اللعب بتاعنا يعني. فمتفائلين بصراحه بالاجهزه الفنيه لمنتخب مصر، سواء الاول او المنتخب الاولمبي، لان واضح الاختيارات المره دي بعنايه شديده يعني، مش بشكل كده عشوائي. فدي حاجه ايجابيه. خلينا نروح لخبر من المصري الرياضي وبشكل رسمي، خلاص ده حقيقي يعني. البنك الاهلي يضم محمد ابو جبل، صفقه مهمه جدا لفريق البنك الاهلي اللي بصراحه عملوا موسم فات كويس قوي 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 يعني. تدعيم الصفوف بابو جبل اكيد او مركز حراسه المرمى اكيد هيفرق بشكل كبير قوي مع فرقه البنك الاهلي، وخطوات مهمه بالنسبه لهم. ويعني اعتقد كل الانديه في الموسم الجديد هتبقى انديه واقفه على رجليها، انديه قويه جدا مجهزين نفسهم بشكل جيد، والمنافسه طبعا هتبقى صعبه للغايه يعني. نروح لخبر اخير وهو من كوره بلس، فيوتشر يضم جنش نهائيا من الزمالك باستغلال الشرط الجزائي. ويمكن هو جنش كان اعاره من الزمالك لفيوتشر والاعاره انتهت، بس كان في بند احقيه الشراء فعله خلاص مسؤولي فيوتشر، واصبح جنش لاعبا رسميا لفريق فيوتشر في الموسم الجديد، برضه صفقه مهمه. ده بخصوص الترند المحلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الاخبار المهمه. استنى، اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نروح للجانب العالمي شويه، واهم وابرز الاخبار العالميه، ونبتدي بتصريحات يورجن كلوب ورفض تحميله هو على المستوى الشخصي مسؤوليه تراجع اهداف محمد صلاح هذا الموسم. احنا عارفين طبعا صلاح من الهدافين الكبار جدا والتاريخيين في تاريخ ليفربول يعني، لكن السنه دي ليفربول ومحمد صلاح مش في افضل مستوياته يعني. صلاح على المستوى التهديفي تحديدا لا، مش في افضل حالاته، جايب هدفين بس في 6 ماتشات لحد دلوقتي. في المقابل مثلا لما نيجي نتكلم عن المنافسه على الحذاء الذهبي هتلاقي ان في واحد شارخ كده رايح لوحده في حته تانية، اللي هو مين؟ هالاند. الراجل امبارح جاب جون وصل للهدف رقم 10 في 6 ماتشات، فعدد كبير قوي. 6 ماتشات 10 اهداف مش عدد قليل يعني. فبالتالي صلاح او يورجن كلوب اتكلم على ان التراجع التهديفي ملوش علاقه بتوظيف صلاح، صلاح موجود في مكانه كوينج رايت، وفي نفس الوقت بنطلب منه شويه ان هو ينضم لنص الملعب في بعض يعني الفترات، والموقف ما اختلفش او الامر ما اختلفش عن المواسم السابقه، ويعني الموضوع ممكن بيتعلق بالتوفيق. لكن في المقابل بالمناسبه صلاح جاب هدفين بس، لكن ساهم في عدد من الاهداف في السنه دي، اعتقد 3 أو 4 أهداف ساهم فيهم محمد صلاح، منهم هدفين ساهم فيهم كصناعه في ماتش نيوكاسل اللي قبل الاخير يعني، اللي فازوا فيه في الدقائق الاخيره بنتيجه 2-1 يعني. فده بخصوص الخبر الاولاني على ترند العالمي. خليني اقول لكم بس ماتش مانشستر يونايتد وارسنال في هذه اللحظات، المباراه ابتدت بالظبط من حوالي 13 دقيقه، ارسنال جاب جون عن طريق مارتينيلي واتلغى بحجه التسلل. فمباراة واضح ان هي مباراة مشتعلة يعني. طيب
خلينا نروح لخبر اخر من الترند العالمي، وهو بيخص او من خلال كوره بلس بيتكلموا عن خلاص بشكل رسمي تم استبعاد نبي كايتا وتشامبرلين من قائمه ليفربول بدوري ابطال اوروبا. النهارده ليفربول اعلنوا عن القائمه بتاعتهم المشاركه في بطوله دوري ابطال اوروبا. تم استبعاد نبي كايتا وتشامبرلين بسبب الاصابه، واضح ان الاصابه لسه مطوله شويه، ويمكن ده اللي خلى ليفربول بيدوروا على لعيب في نصف الملعب، وفي الاخر جابوا ارثر اللي هو لاعب وسط الملعب البرازيلي اللي لعب فتره في برشلونه وبعد كده راح اليوفي الايطالي، فعايزين يدعموا المكان ده، بخلاف كمان اصابه تياجو الكانتارا مع بدايه الموسم. ففي ازمه في نص الملعب عند يورجن كلوب، بيلعب بإليوت، بيلعب فابينو، بيلعب بهندرسون، حتى هندرسون نفسه اتصاب في الماتش اللي قبل اللي فات، فبالتالي ما شاركش اعتقد في المباراه الاخيره، ففي مشكله في الحته دي. لكن من المتوقع ان خلال يعني المباريات اللي جايه هنلاقي ارثر اللاعب الجديد في وسط الملعب موجود مع كل من طبعا فابينو، ربما ميلنر في بعض الاوقات، لما يعني بشوف ان ميلنر الفتره الاخيره مش في افضل حالاته بالمره، زي مثلا ترينت الكسندر ارنولد اللي انا همشيه من الفانتزي بصراحه، همشيه يعني. فالفتره اللي فاتت ما كانش برده في افضل حالاته، جاب هدف وحيد في البطوله، ما صنعش اهداف اعتقد. فيعني دي بعض الامور اللي تتعلق بليفربول الغير موفق جدا في بدايه الموسم. نروح لحساب كورة بلس لسه بنتكلم من خلالهم على تويتر، نشر تصريحات لإيريك تينهاج واللي قال رونالدو سيكون صديقي في مانشستر يونايتد. والناس كانت بتسأل هو ليه رونالدو ما بيلعبش بشكل أساسي وده كريستيانو رونالدو، لكن واضح إن الراجل ده شخصيته قوية. إيريك تينهاج، رونالدو في بداية فترة الإعداد في البري سيزون ما حضرش، ما اتمرنش على أمل إن هو كان ينتقل لفرقة بتلعب في الشامبيونز ليج، والقصة اللي كلنا عارفينها، وكان في مفاوضات أو كلام مش عايز أقول مفاوضات مع بعض الأندية اللي هتشارك في البطولة للموسم الجديد. فبالتالي مدير فني أيا كان قيمة اللاعب، وما بالك بقى لما تكون قيمة اللاعب كريستيانو رونالدو، مش جاهز، فبالتالي قال لك لا، هيخش بشكل تدريجي معانا في مجموعه اتمرنت جامد، في مجموعه كانت معانا في البري سيزون، دول اللي يستحقوا يلعبوا، هم دول الاكثر جاهزيه. لكن قال لك انا بتوقع ان الفتره الجايه انا وكريستيانو رونالدو نكون اصدقاء. طيب ارسنال جاب الجون واتلغى، واحنا قلناها دي تقريبا ان خلاص تم الغاء الهدف، الغائه بشكل رسمي يعني. نروح لخبر اخر وحاجه غريبه شويه، ده من اليوم السابع، بيقولوا اغلاق حسابات كريم بنزيما على تويتر وانستغرام لاسباب غير معروفه. وكريم بنزيما من ابرز وافضل النجوم اللي يعني بيقترب جدا من الحصول على جائزه البالون دور كافضل لاعب في العالم، ويستحق بعد الموسم الماضي اداه بشكل اكثر من رائع مع ريال مدريد، وخد الشامبيونز ليج، خد الدوري الاسباني، كان هداف كمان دوري، اعتقد دوري ابطال اوروبا كان هداف، اعتقد كان برضو هداف الدوري الاسباني، وكان مؤثر جدا جدا مع فرقه ريال مدريد. لكن النهارده الناس اتفاجئت ان حساباته كلها تم اغلاقها على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام. الاسباب ايه؟ هي لحد دلوقتي اسباب غير معروفه يعني، فلعل المنع خير، او لعل يعني الامور تكون خير بالنسبه لواحد من نجوم الكره العالميه وهو كريم بنزيما. دي اهم وابرز الاخبار اللي بتتعلق بالجانب المحلي. نروح سريعا للمشاركات ويعني توقعات الجماهير بخصوص المباراه اللي بتتلعب في اللحظات دي ما بين مانشستر يونايتد وارسنال. هما خضر قال مانشستر يونايتد هيكسب، نشوف. كمان وليد ابو عبد الله قال لك مساء الورد يا امير، مساء الفل عليك يا وليد، التعادل 2-2 بين الفرقتين، ماشي. نروح كمان لسعاد علي، واللي بتتوقع فوز اليونايتد باذن الله، واضح ان هي ايه بتشجع اليونايتد من زمان، وانا بصراحه من الناس اللي بتحب جدا مانشستر يونايتد، بس متعاطف قوي مع ليفربول عشان خاطر محمد صلاح. يعني من ساعه ما محمد صلاح راح ليفربول هتقولي مفيش حاجه اسمها كده والانتماء وبتاع، الانتماء هنا بالنسبه لي اهلي مش غير الاهلي. انا كمان بقى اشجع ريال مدريد طبعا في اسبانيا، اشجع مانشستر يونايتد في انجلترا، ليفربول دلوقتي عشان خاطر واحد بيمثلنا كلنا هو محمد صلاح نجم عالمي، لكن ما فيش انتماء اهم من انتماء للنادي الاهلي طبعا وللوطن، دي حاجه ثانيه خالص يعني. لكن في كل الاحوال نروح لاسامه احمد نصر، واللي بيتوقع وقال ايه، مساء الخير عليك يا كابتن امير، اتوقع فوز ارسنال
3-1. مساء الفل عليك يا اسامه. ارسنال بادين الموسم بشكل ممتاز، انتصارات متتاليه، لو فازوا النهارده وحتى لو خسروا هيفضلوا متصدرين بعد تعادل مانشستر سيتي مع استون فيلا بنتيجه 1-1. امبارح كان في فضيحه في مباراه مانشستر سيتي، هدف الكوتينيو عالمي بس الحكم صفر قبل ما يعني ايه كان المفروض ينتظر في الكره دي لحد ما يرجعوا الفار ويشوفوا، لان قالوا ان هي تسلل وهي مش تسلل خالص بالنسبه لكوتينيو يعني. والبعض قال لك اصل اللاعب الثاني بتاع استون فيلا كان متداخل وكده، بس في كل الاحوال بتحصل. عاصم فتحي بس ما بيحصلش زي اللي عندنا والله ابدا، زي اللي بيحصل عندنا في مصر ما تلاقيش، بس ان شاء الله مش هيحصل ثاني في الموسم الجديد. عاصم فتحي قال ايه؟ قال فوز ارسنال 2-1. كمان بلال حامد قال 2-0 لارسنال. وايضا محمد عادل قال مساء الخير يا كابتن، مساء الفل عليك يا ابو حميد، فوز ارسنال 3-1. جمهور ارسنال بصراحه بيعيش افضل فتراته بعد عدد كبير جدا من المواسم اللي شهدت اخفاقات عديده واخرها الموسم الجديد، رغم ان في اخره او يعني بعد اول 3 جولات خسائر متتاليه وبعد كده مشوا بشكل كويس، لكن في الاخر ما نجحوش ان هم يوصلوا لدوري ابطال اوروبا. ارسنال يعني ممكن نقول هينافس على بطوله الدوري، بس مش هو الاقرب برضه يعني، رغم البدايه القويه دي ما اعتقدش الناس كتير جدا برضه شايف ان هو مش الاقرب، لكن في نفس الوقت اكيد هيبقى نسب كبيره جدا بالنسبه لهم الوصول للتشامبيونز ليج في الموسم الجديد بعد التعاقدات المميزه اللي ابرموها قبل بدايه هذا الموسم، وكانوا بيحاولوا يجيبوا لعيب مهم قوي هو دوجلاس لويس بعد اصابه توماس بارتي ومحمد النني عشان يدعم نص الملعب، لكن المفاوضات في اللحظات الاخيره ما نجحتش ما بين ارسنال واستون فيلا. ده بخصوص الجانب العالمي. دي كمان كانت اخبارنا النهارده وحلقتنا من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، استنونا، الى اللقاء.